السنة هذه والحمد لله فيه إنتاج وفير، خاصة في الصحراء، خاصة في الصحراء، مما دفع التلفزيون الجزائري إلى إعداد روبورتاج بشكل طبيعي، يعني حاجة بسيطة، تشجيعا للفلاحين واحتفالا بهذا الوفرة اللي ربي يعني كيما نقولوا وفرها للشعب الجزائري، الله يبارك. إذا التلفزيون الجزائري أعد روبورتاج عادي، استعمل فيه طائرات بدون طيار، الدرون تكنولوجيا، لإعداد هذا الروبورتاج. خلونا نشوفوا الجزء الأول هذا، نشوفوا هذا المقطع. هذا واحد من الفيديوهات التي نشرها التلفزيون الجزائري هنا مثلا، يتضمن مؤثرات صوتية، ويظهر فيديو ملتقط بالدرون موكبا طويلا من عشرات الشاحنات، معظمها باللون البرتقالي وأخرى بيضاء، أثناء السير على طريق أسفلتي طويل. كما أن الفيديو ملتقط من أكثر من زاوية، وقد استخدم محرر الفيديو بعض أدوات التحرير مثل تسريع الفيديو وتصحيح الألوان. هناك تقارير للمراسلين بذات التصوير بالدرون، وفيها يسمع الصوت الأصلي للشاحنات حول حملة الحصاد بولايتي إدرار وتيميمون. الولايتان استفادتا من دعم الولايات الأخرى بشاحنات النقل والحاصدات بسبب وفرة المحاصيل التي تفوق قدرتها على النقل. إذن مثل ما شفنا روبورتاج عادي أعده التلفزيون الجزائري، يتكلم على توفير شاحنات من الشمال، طبعا لأنه مش موجودة في الجنوب. الديوان المهني للحبوب وفر شاحنات لنقل المنتوج من الجنوب إلى مخازن في الشمال، شيء عادي. هذا الخبر لم يعجب العياشة، لم يعجب المخازنية، لم يعجب أعداء النجاح، لم يعجب الحسادين الغيورين. خرجونا العياشة المخازنية خرج من الكسر، قال لك هذا يا الذكاء الاصطناعي وكذب، وما كانش من وراهم يكذبوا ويزوخوا. يعني شي 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 تافه، شي حقير. لو الجزائر دارت روبورتاج قال باللي صنعنا بواخر حربيه، وصنعنا صواريخ عابره للقارات، وصنعنا دبابات متطوره جدا وصورناها، هنا يكون فيه مبرر انه المغرب يكذب أن الجزائر صنعت أسلحة متطورة أو أطلقت أقمار يعني فضائية، أقمار صناعية للفضاء، أو صنعت أسلحة فتاكة، أو صنعت غواصات نووية. هنا يقدروا يشكوا، قال هاد الجزائر تصنع غواصات نووية أو أسلحة، ممكن يا عبد ربي هذا قمح، قمح وشعير في الصحراء، وراه المشكلة. نعم، يعني احنا كي نحبوا نكذبوا ونحبوا نستعملوا الذكاء الاصطناعي او الغباء الاصطناعي لفبركة اي روبورتاج، ممكن نعملوه في شيء اللي يثير الاستغراب ويثير الدهشة، لكن على قمح والشعير 40 ولا 50 شاحنة رايحة تجي في القمح من الصحراء، هذه ولات ذكاء اصطناعي وفبركة. الخبر تناقلته وكالة أو قناة البي بي سي البريطانية، اللي هو القناة الرسمية في بريطانيا، وعجبهم أنه في إنتاج في دولة عربية، دولة إفريقية وفي الصحراء، موش قال في الهضاب العليا أو التل اللي معروفة، مثلا قال تيارة بوسعات، تيارة الجلفة، مسيلة، بس واسموها سطيف، اللي معروفة بالهضاب العليا، معروفة بإنتاج القمح والشعير. انك تشوف الانتاج هذا في الصحراء القاحلة، في اضرار، في بشار، في عين مناس، في اليزي، بالنسبة للتلفزيون البي بي سي يعني شيء مميز. المغاربة قال لهم لا راهم يكذبوا، هذا خاطئ، هذا بالذكاء الاصطناعي.
اسمعوا واش راهم يقولوا هذو المغاربه.